الوليدة فاقي. تما السلام عليكم. شوف فينا صاحبي، فينا ديما معطلة صاحبي. اسمح لي يا اخويا، دم قهوة نسبحوا لك صاحبي. شد هاني مزيان كذا استحارك مزيان. ما في خير خلاص. شد موقع الصداع على والو كذا صداع على والو تعرف. المهم في تشاد الحسن راه هو في الدار اصاحبي. شوف تنزل لي عشان نكون جاي عندك لاشي وندوزو صافي صافي. نشك هذا الموضوع ماشي، ترتاح شويه وتجي عندي. يلا حيد انا مشات صافي حيد. الله يسلمك الله يسلمك. بسم الله الله يعاونك الحاجة، تبارك الله عليك. شكرا. السلام عليكم. الله يعينك. مزيان؟ لاباس عليك؟ مزيان؟ صحيح. كيف دوزتي معاك؟ قول لي يا بنتي كيف دوزتي معاك؟ الحمد لله، تهلا بزاف. في الخدمة؟ تخلي هاد الشهر كامل أنا عرفتي كامل الضغط بزاف. واش غادي ديرو؟ هذا هو ستريس ديال الخدمة، ديما أنت بحال هكا. معايا الله يشفي فينا واحد البروجي جديد. شي كليت العصا بزاف صراحة، ولكن الحمد لله على قبل البنية ديالي وعلى قبل مراتي العزيزة. صبر صبر على قبل ما طلع لي الحال. أي حاجة كنديرها كنديرها على قبل. الله يخليك لينا هادشي اللي بغيتي. الله يخليك لينا. الله يا ربي. أوه إيشارجا ماشي؟ دير لي التليفون إيشارجا إيشارجا. أنا راضي عليك. ثلاث ايام كنجي من الخدمه ما يفكر من القعد ضحك. ما عرفتش مالك مستريسيه بزاف. واش مقلقك انا؟ ماشي انت عمي اللي مقلقني. عرفتي راه مني فقت الصباح وانا كنفكر راسو كاين راسي داري من جهته وما نكذبش عليك. خصنا نقول الحقيقه. شنو بغيتك؟ انا عيد المحسن نقولوها لها دار الحد باقي صغيره ولا تتكبر نعودوا في مشاكلها. فين مني؟ انا خفت نقول لها هذه الصراحه. علاش خفتي؟ سكينه تصدم. انا بعدا اللهم تصدم وهي صغيره ولا تتكبر غتوصل لواحد اللاج ما غنعرفوش كيفاش نتصرفوا معها. اللهم خلينا نقولوها هي دابا ونتهناو. ها ولا دارت شي حاجه في راسك؟ لا انا مربي على يدي ما تقدرش ديرها. حتى انا مربي على يدي ولكن الوقت ما عرفش شنو نجيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس الحمد لله. بخير. سكينة
انت عارفه حبيبه على السكاني ياك واش انت يا ماما عارفه اللي انا في الحماق عليك وما كنبغيش شي حاجه خايبه توقع لك ولكن بنتي راه كاينه واحد الحاجه ضروري خصك تعرفيها انا وباباك ماشي وليدك الحقيقيين